أقمنا الكثير من العلاقات، الكثير من الصداقات، شبكنا في الجهود وربطنا الصلات مع مختلف الدول الإفريقية التي لم تكن تعرف الجزائر والتي لم يكن شباب الجزائري يعرفوا عنها شيئا، ولكن الفرصة كانت سانحة لبناء تيار شباني إفريقي أو للتأسيس لتيار شباني إفريقي يدرك أهمية هذه الطاقة الشبانية الكبيرة الموجودة في إفريقيا ويعمل على أن تكون هذه الطاقة موحدة. أيها الشباب الحاضر، يا شباب إفريقيا، يا شباب الجزائر، دعونا نخرج من هنا من أرض الجزائر الطاهرة بعزيمة جديدة. الجزائر ملتزمة بمرافقتكم وتمكينكم وتعزيز شراكتكم. أود شخصياً أن أشكر كل المشاركين على المساهمات القيمة. إن شغفكم والتزامكم بتمكين الشباب يعكس الأمل الذي نحمله لقارتنا. نحن بحاجة إلى توحيد جهودنا وتحفيز بعضنا البعض. إن مختلف الجهود والمشاريع التي عرفتها المنظومة التعليمية والتكوينية والبحث في مجال التكوين في السنوات الأخيرة بالجزائر تتطلع إلى آفاق جديدة وواسعة لغرس ثقافة التكوين والتأهيل مدى الحياة إلى مختلف الفئات، فئات المجتمع. إننا نقوم بهذا الجهد الكبير المشترك إيماناً منا بقوة أبناء إفريقيا وإمكاناتهم في صناعة المستقبل، وإحساساً منا بالمخاطر الكبيرة التي تحيط بالقارة، ومنها محاولات الاستعمار الجديدة ومشاكل الأمن الإفريقي وتحديات الهجرة ومحاولات الاختراق الصهيوني للقارة واستمرار نهب ثرواتها وصناعة التوترات في العديد من دولها وحرمان الأجيال القادمة من الاستقرار والتقنية والمعرفة.